السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم بنسمع عن ترند الانتحار، كل يوم لحد النهاردة ما جابش المجموع اللي هو عايزه في الثانوية العامة انتحر، ما عرفتش تدخل الكلية اللي نفسها فيها تنتحر، ما في مشكلة بين باباها ومامتها في البيت تنتحر، حصل البنت اللي نفسه يخطبها ما عرفش ان هو يخطبها ويتقدم لها او اترفض ينتحر، في مشاكل ومش عارف يصرف على بيته وولاده ينتحر. يا جماعة يا جماعة لو لحظة اليأس والسواد ده ايه، بدل ما يجري على موت جري على ربنا، والله العظيم هتبقى اعظم لحظة فرج في حياته. اعمل ايه لحظة السواد؟ اعمل ايه لحظة اليأس؟ اعمل ايه لحظة الانهيار من جوايا خلاص بقت سواد؟ اعمل ايه؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ كان اذا حزبه امر خنقه، الكرب اشتد عليه، الحزب اللي هو بقت الهموم والمصايب احزاب كأنها جيش جاي هاجم عليك، اعلنت الهموم الحرب عليك، تجمعت المصايب ضدك، كان اذا حزبه امر الخبطة المفاجأة، الحزب الخبطة المفاجأة، الحزب الضغط الشديد والخنقة الرهيبة، كان إذا حزبه أمر. أعمل إيه؟ الواحد بيبقى ساعتها دماغه مش في دماغه أصلاً، أروح فين؟ فزع إلى الصلاة، جري على ربنا. أسود لحظة هي بتبقى أعظم لحظة فرج، والله يا جماعة ياما في لحظات الألم الرهيب، ياما في لحظات المرض الرهيب، لما الواحد تحمل على نفسه وجري اتوضأ وقف يقول بين إيدين ربنا الله أكبر، الشفاء نزل في لحظة، الفرج نزل في لحظة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. بتجري على الموت ليه؟ ربنا أكتر واحد عليم بيكي في الدنيا كلها، بترمي نفسك من فوق المول ليه؟ بترمي نفسك تحت عجلات مترو ليه؟ الله سبحانه وتعالى بيوصف الاكتئاب وصف دكاترة الطب النفسي عمرهم صفوه، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، مخنوق، طب روح العب شويه، انا بموت، انا مش قادر، طب انزل، طب اتفرج على مباراه، انا خلاص، انا ما حدش حاسس بيا، وضاقت عليهم انفسهم، طب اقعد مكانك، انا بموت في مكاني، انا حاسس ان انا مولع من جوه، وظنوا الا ملجا من الله الا اليه، وظنوا الحل جواكي، حل عشان الخنقه المذهله والكآبه المهوله والدمار النفسي المهول اللي ربنا وصفه في الايه دي عشان يروح. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا دي إحساس جواك إنك من جواك ربنا مش هيسيبني، والله ما أنت سايبني يا رب، والله أنت هتسيبني يا رب، والله ما أنت هتتخلى عني يا رب، إنك تجري وتمرغ راسك بين إيديك، الحل جواك مش تحت عجلات مترو، الحل جواكي مش في حبل مشنقة، الحل جواك مش في نار تولعها في نفسك، الحل جواكي مش في إنك ترمي نفسك من فوق برج، الحل جواك مش في إنك تشرب سم، الحل جواكي. وظنوا اللحظة اللي انت هتقدر تقول يا رب انجدني دي لحظه تنزل الفرج. اعمل ايه ساعه السواد؟ اعمل ايه ساعه الياس؟ انا فعلا بيجيلي وساوس انتحاريه، انا بيجيلي افكار انتحاريه، اعمل ايه قصادها؟ وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، هو اللي هيهديني، هو اللي هيهدي النار اللي جوايا، هو اللي هيريح بالي، هو اللي هيهدي نفسيتي المولعه جوايا. ده ايه؟ انا مش ههدى غير لما اروح لربنا، هو اللي خلقني وهو اللي يقدر يهدي نفسيتي دهيت. اعمل ايه ساعه السواد؟ اعمل ايه ساعه الوساوس الانتحاريه؟ اعمل ايه ساعه افكار الانتحار ما تتمكن مني؟ اعمل ايه ساعه الالام النفسيه ما تمزقني وتدمرني؟ اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ ان الانسان خلق هلوعا، ساعه البانيك اتاك ما تيجي لك، اذا مسه الشر جزوعا، ساعه الالام النفسيه والتوتر والفزع والرعب ما يتمكن منك، واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. اجري اجري على سجاده الصلاه، اجري اقف بين ايديه، اقفي بين ايديه، لو انت ما بتصليش في الوقت ده اقفي بين اقفي ارفعي له ايديكي وصرخي له ابكي له، اجأر لربنا سبحانه وتعالى امن يجيب المضطر. المضطر ده مسلم او كافر، المضطر ده طائع او عاصي، المضطر ده بيصلي او ما بيصليش، دي اللحظة اللي هتكسب فيها حاجتين، هتكسب فيها تفريج الكرب المهول اللي نزل عليك، وهتكسب فيها انك هتعرف ربنا بحق وحقيقي معرفة عملية لاول مرة في حياتك. الا المصلين يعني لو ضاقت عليك قوي اجري على ربنا، الا المصلين يعني لو المرض دمرك اجري على ربنا، الا المصلين يعني لو الفقر دمرك اجري على ربنا، الا المصلين يعني لو الاكتئاب خنقك اجري على ربنا، الا المصلين يعني لو الهم والغم والمشاكل نسفتك اجري على ربنا، اجري على ربنا. الانتحار مش حل يا جماعه، الانتحار جريمه، الانتحار اعلان الياس من رحمه الله، الانتحار اعلان قدام الدنيا كلها ان ربنا ما عندوش حل لمشكلتك، الانتحار جريمه، الانتحار اعلان قدام الدنيا كلها ان ما فيش حاجه عند ربنا عادت هتيجي من عنده، الانتحار جريمه، الانتحار اعلان ان في طرف في المعادله قادر انه يغير كل حاجه في لحظه لو تدخل عشانك، الطرف ده كانه ما عادش موجود. الانتحار
الانتحار جريمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل نفسه بحديدة، ربنا يحفظنا، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. أنت قاعد واقف على الباب، اللحظة اللي الباب هيتفتح فيها تقوم يائس ومد ظهرك لربنا ليه؟ أنت تعرف الفرج كان جاي فين؟ من قتل نفسه بحديدة فهي في يده يبعث يوم القيامة، والسكينة اللي طعن بها نفسه في قلبه أو ذبح بها نفسه أو السم اللي شربه فهي في يده يتوجأ بها في نار جهنم، قاعد يقتل نفسه خالدا مخلدا أبدا. ومن شرب سما فهو يتجرعه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، يقعد يشرب السم قاعد بس ما بيموتش بقى، والعياذ بالله، ربنا يحفظنا، لا يموت فيها ولا يحيا. ومن تردى فهو في نار جهنم يتردى فيها، قاعد يرمي نفسه من فوق جبال جهنم ويقع يتحطم ويقوم يطلع تاني خالدا مخلدا ابدا. الانتحار جريمه، والا ربنا عمل له العقوبه دي ليه؟ لانك وقفت اعلنت قدام الدنيا كلها ربنا ما عندوش حل لمشكلتي، لانك وقفت اعلنت قدام البشريه كلها مشكلتي اكبر من امكانيات ربنا على الحل، لانك وقفت اعلنت قدام الدنيا كلها ربنا مش هيرحمني، ربنا مش هينزل رحمته، عجلات المترو ارحم بيا من ربنا، السم ارحم بيا من ربنا، حبل المشنقة ارحم بيا من ربنا، دي جريمة، ده اتهام لله امام الدنيا كلها. لو بدل ما تجري على الانتحار والموت جريتي على ربنا سبحانه وتعالى كنت لوجد الله، كنت هتلاقيه بقى، كنت هتلاقيه فتح لك ابوابه، لوجد الله التواب الرحيم. انت بتهرب من ايه؟ يا ايها المنتحر، يا اللي بتفكري في الوساوس الانتحارية، انت بتهرب من ايه؟ انت بتهرب من من من, من عذاب الدنيا لعذاب الاخرة، انت بتهرب من العذاب النفسي العذاب النفسي والجسد في جهنم والقبر والعياذ بالله. انت عارف انت بتعمل في نفسك ايه؟ انت بتسلم صحيفتك بايديك لملك الموت، بتسلمها بايديك عشان تتحاسب عليها. انت عارف انت بتعمل في نفسك ايه؟ انت بتقضي على فرصتك الوحيده لدخول الجنه والنجاة من النار بايديك بايديك. انت عارف انت بتعمل في نفسك ايه؟ انت زي ما بتعمل، زي ما بتحارب الفقر، زي ما بتحارب الشياطين والجن والحسد والسحر، لازم تحارب الوساوس انتحارية، زي ما بتحارب كورونا وبتاخد تطعيم منها، نسأل الله العفو والعافية، انت لازم تحارب الوساوس الانتحارية والافكار الانتحارية، حاربها بالذكر، حاربها بالصلاة في جماعة، حاربها بالسجود والصراخ لربنا وانت ساجد، حاربيها حرب الوساوس الانتحارية، انك تقفل على نفسك اوضة وصرخ لربنا، حاربها انك تركب عربيتك وتطلع على الطريق السريع، حد سمعك غير ربنا ولا حد داري بيك، وتصرخ له وتبكي له وتجأر له، حاربها، حاربها بقراية القرآن، حاربيها بحفظ القرآن، حارب الوساوس الانتحارية، هيجي اليأس، هيقف الإيمان بالله ويقول ما قبلي مدخل، هيجي الإحباط، هيقف اليقين ويقول ما قبلي مدخل، هيجي البانيك أتاكس، هيقف الأمل في الله ويقول ما قبلي مدخل، هيجي الأفكار الانتحارية، هيقف الرجاء في رحمة الله ويقول ما قبلي مدخل، هتبقى محصن من العذابات النفسية ومن هذه الأفكار. إخواني وأحبابي في الله، يا جيل الشباب، يا جيل الشباب، اوعوا تحطموا نفسيتكم، اوعوا تسمعوا ان انتوا تدمروا حياتكم بايديكم، اوعوا تفتكروا ان الانتحار الترند ده بنهايه وده في اول ليله في القبر هيتعمل فيه ايه؟ اللي والعياذ بالله شتم ربنا قدام الدنيا كلها، المنتحر ده شتم ربنا قدام العالم، قال له انت مش رحيم، انت مش رحمن، انت مش هتفرج عليا والعياذ بالله، واحد اخر حاجه عملها بص للسماء وشتم ربنا قبل ما يموت، والعياذ بالله، ده لما يقابل ربنا ظنوا بالله ايه؟ ظنوا بالله لا ايه؟ اخوانا عايزين اجروا على ربنا بدل ما تجروا منه. اللي ما بيصليش عايز الوساوس الانتحارية تسيبه ازاي؟ صلي، اقبل على الله، كل ركعة بتركعها وكل سجدة بتسجديها حصن بينك وبين الانتحار، كل صفحة قرآن بتقراها حصن بينك وبين الانتحار، كل مقطع ديني بتسمعيه حصن بينك وبين الانتحار، اقفل الباب بينك وبين الافكار الانتحارية بالضبة والمفتاح، اقفل الباب بينك وبين الاكتئاب والتوتر بالضبة والمفتاح، خلي بينك وبين الافكار الانتحارية بعد المشرقين، كل آية بتقراها، كل آية بتحفظيها، كل درس او مقطع ديني بتسمعه، كل ركعتين بتصليهم، كل صلة ارحام بتوصلها ربنا بيبعدك عن الاكتئاب والتوتر لحد ما ترجع للحياة وتستأنف الحياة. الحياة مع ربنا، الحياة بين ايدين ربنا، الحياة على باب ربنا، الفرحة عند ربنا، احساس الفرحة من قلبك والضحكة من قلبك اللي بقالك سنين مستنيه وملهوف عليه عند الله، وانه هو اضحك وابكى، ربنا اللي هيقدر يضحكك، ربنا اللي هيقدر يفرح قلبك، اجروا على ربنا، كان اذا حزبه امر
مصر ساعة السواد والضرب المفاجئ واعلان الهموم الحرب عليك والضغوط الرهيبة والتجمع المصايب، زي ما الشاعر بيقول ابنت الدهري اللي هي الحمى، يعني عندي كله بنت، ده انا منكوب، ده انا المصايب مسكاني، انت جايالي انت كمان يا حمى، فكيف وصلت انت من الزحام، انت جيت زي من وسط المصايب اللي انا فيها دي كلها، جرحت مجرحا عورت واحد لم يبقى فيه مكانا للطعان ولا السهام، انت جيت منين يا مصيبة، ده انا المصايب مسكاني اصلا، عرفت توصلي زي من وسط المصايب. شوفوا الشاعر بيقول ايه، لو كان لجأ الى الله، لو كان توكل على الله سبحانه وتعالى، هو ده الحزب بقى، لما توصل للحظة دي اجري على الله سبحانه وتعالى، اللهم اغث الشباب، اللهم اهدي قلوب الشباب، اللهم ارح قلوب الشباب، اللهم قوي يقين الشباب، اللهم حجب فتيات المؤمنين يا رب، واهدي قلوبهن، واهدي قلوبهن لحفظ القرآن وترتيل القرآن، اللهم اهدي قلوب الشباب، اللهم ارح، اللهم اصلح بالهم، اللهم وسع رزقهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم اغثهم، اللهم اصرف عنهم وساوس الانتحار والافكار الانتحارية يا رب، اللهم اغثنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.